الحمد لله، انا فرحان بزاف بالاداء ديالي للبلد الحبيب ديالي، ميداليه ثانيه ذهبيه على التوالي، والثالثه الحمد لله من بعد الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو. الحمد لله ما علي الا نكون فخور اليوم بهذا الشيء اللي كنقدم للرياضه الوطنيه الحمد لله، ودائما كنحمر الوجه ديال المغاربه. كنتمنى ان شاء الله دائما نبقى في هذا المستوى هذا. اليوم كان الرجوع ديالي لارض الوطن، ما قدرتش نجي من بعد بطوله العالم مباشره، الالتزامات كانت عندي مشاركات خارجيه. خلصت المشاركات ديالي وجيت الحمد لله لبلادي، فكان استقبال رائع. اول شيء في الاستقبال هو الرساله ديال سيدنا اللي تلقيتها باب الطائره. مره اخرى كنشكر بزاف على الدعم ديالو المتواصل ليا، وكنقول له شكرا على الرساله ديالك، لان هذه الرساله الثالثه على التوالي من سيدنا الله ينصره. وكنتمنى ان شاء الله دائما نبقى محمر ليه وجوه، محمر جميع وجوه ديال المغاربه. كذلك فرحت بزاف بالناس ديال الجامعه اللي كانوا كيتسناوني، الاب والام ديالي كانوا كذلك اللي كانوا كيتسناوني في المطار، فشكرا لهم. كذلك مره اخرى كنجدد الشكر ديالي للجمهور المغربي على الدعم ديالو، على التشجيعات ديالو المتواصله، فكنقول لهم شكرا على هذا المنبر هذا. ودائما الحمد لله غادي نبقى محمر ليهم وجوههم، ودائما غادي نكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. فكما شفتوا التدوينه ديالي في ريزو سوسيو، فلما فزت واخذنا صوره في البوديوم، فعلقت على واحد التدوينه وقلت بانني اصبحت اعشق هذه اللحظه. فالحمد لله هذه 3 سنين وانا في البوديوم كنسمع النشيد الوطني، فشعور لا يوصف بالنسبه ليا. كيكون واحد الحماس كبير في ذاك اللحظه هذيك. الحمد لله دائما كنشرف بلادي، ودائما غادي نبقى مشرف بلادي، ودائما نحاول باش نبقى محمر وجه ديال المغاربه ان شاء الله. كل شيء عارف بانه باقي عندي نهائي الدوري ماسي، فهو اللي كاين في الولايات المتحده الامريكيه. ما عندي شك واش غادي نشارك ولا ما غاديش نشارك بسبب واحد الاصابه تعرضت لها في الملتقى الاخير في دوله الصين، فان شاء الله الايام المقبله غادي نعرف واش غادي نشارك ولا ما غاديش نشارك ان شاء الله. فشوف انا دائما كما قلت لك وكما كنقول ديما، انا وليت كنعشق فوقاش نربح لي كومبيتيسيون ديالي باش نعيش ذاك الحب ديال الجماهير المغربيه، فكنقول لهم شكرا على التشجيعات ديالهم. دائما ما كيبخلوش عليا لا بالصغيره ولا الكبيره، الحمد لله الكلمه الزوينه في حقي ديما، كنقول لهم شكرا بزاف، وكنتمنى ان شاء الله دائما نكون محمر لهم وجههم دائما ان شاء الله.